مرحبا. الحكومة تنضم لمبادرة دولية لتحصين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وزير الصيد يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، وانطلاق أعمال فريق برلماني لتكريس الشفافية ومكافحة الفساد. أهلا بكم في التفاصيل. قال الوزير الأول محمد البلال إن موريتانيا انضمت لمبادرة دولية لاقتناء 20% من حاجياتها من لقاح فيروس كورونا، وذلك لتحصين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. جاء ذلك في كلمة للوزير الأول خلال زيارة لمركز حجز المرضى المصابين بفيروس كورونا، أكد خلالها أن الوضعية الصحية للمصابين مطمئنة مع توفر عدد كاف من أسرة الإنعاش وأدوات التكفل بالمصابين. أكد مدير الصحة العمومية سيدي والزحاف ضرورة توجه المواطنين إلى المراكز والنقاط الصحية للحصول على الاستشارات البسيطة والعلاجات الأولية، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة. وقال والزحاف في مقابلة مع قناة الموريتانية إن المراكز الصحية تتوفر على آليات التشخيص الأولي وفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز ولده اجتماعا مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جاكومو ديرازو لبحث تطورات المفاوضات الجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري. وأكد الوزير عزم الحكومة على جعل قطاع الصيد قطاعا جذابا للمستثمرين والصيادين على حد سواء من خلال التسيير الشفاف للثروة البحرية. انطلقت اليوم أعمال فريق برلماني لتكريس الشفافية وتعزيز جهود الآلية الرقابية. وأوضح رئيس الفريق البرلماني النائب محمد الأمين والعمر أن إنشاء هذا الفريق يأتي في إطار دور البرلمان المشهود فيما يتعلق بمحاربة الفساد والرقابة على العمل الحكومي. أثنت المرشحة لتولي منصب السفيرة الأمريكية في نواكشوط سينثيا كيرشيت على الجهود الموريتانية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وقالت السفيرة الأمريكية في خطابها أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي إن موريتانيا قطعت منذ وصول الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني إلى السلطة أشواطاً كبيرة في مجال مكافحة العبودية، كما ثمنت الدور القيادي لموريتانيا في مجال تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. إلى اللقاء.